الحالة بعد كده حالة يعني انت بتتدخل في حاجة غريبة جدا وهنا ما اتدخلتش ولا جاب حاجة. محيراني بجد يا كابتن بجد. غريبة جدا صحيح. والفار ما جابوش. غريبة جدا يعني الفار ما شافهاش. شافها كل حاجة. انا بتكلم على البركة. ايوه فين فين الكاميرا اللي من ورا يا كابتن دي ولا الكاميرات اللي فين؟ بص يا كابتن هنا الركبة في الركبة. اه. ركلة جزاء سهلة جدا جدا. يمكن الحنفي ما عندوش تفاصيلها. ومعذور. والازمان. بس الايزمان ممكن يديه. بص يا كابتن انا عندي الفار بقى خلاص يعني الفار ادق. ايوه. لان دي تفاصيل صغيره. دي ركله جزاء لم تحتسب لاكرم نتيجه عدم تدخل الفار. هنا النهارده المشكله كلها كابتن كانت الفار وزي ما قلت النتيجه احيانا بتبقى 2-0 مريحه الدنيا كلها. صحيح. لكن ماذا لو طرد الشناوي؟ صح. لو جه جول النتيجه بقت 2-1 كهرب الماتش. الدنيا كلها كانت مش هتبقى كويسه. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان الفار يتدخل طبقا للبروتوكول بس كابتن احمد ما يالفش من دماغه ويتدخل ويعمل مشكله للحكم.